بعيدا عن السياسة الآن وفي قطاع التربية، حيث انتهاج وزيرة التربية الوطنية سياسة المعالجة البيداغوجية لتحسين وتطوير مستوى التلاميذ، يحتاج إلى اتباع أساليب مغيرة نتعرف عليها مع نسيم الوفي. ترفع وزارة التربية الوطنية رهان تصليح المنظومة التربوية من خلال الانتقال من التعليم الكمي إلى النوعي باعتماد مقاربة المعالجة البيداغوجية التي لن تتحقق حسب الفاعلين في القطاع إلا بتحديد الكيفية الصحيحة لتطبيق الممارسة البيداغوجية داخل المدرسة الجزائرية. نشوفوا البرنامج جدول التوقيت، نشوفوا الأستاذ، هل هو المشكل في الأستاذ أم المشكل في القسم؟ هذه المعالجة. إذا كانت مشكلة الأستاذ لازم الأستاذ لتكون تكوين جيد. نشوفوا القسم، التلاميذ، نمط المعيش تاعهم، نمط الدراسي تاعهم، ما هي المشاكل اللي يعانيوا منها، ما هي إذن هنا. إذا إحنا كي نعالجوا قسم مثلا تاع 20 تلميذ ماشي كيف كيفو 50، واش نعالج بالتيوريكمون براتيكمون؟ لازم نهبط ومفتشين يكثروا في الدراسة داخل الزيارات المفتش، والأساتذة تكون عندهم تكوين كل أسبوع يجمعهم المفتشين إلى آخره. هذه كلها تدخل في المعالجة البيداغوجية. كما يصر الشركاء الاجتماعيون لابن غبريط على ضرورة فصل الوصاية في المفاهيم وتحديد الآليات الفعلية للوصول إلى مقاربة بيداغوجية ميدانية حقيقية بعيدا عن القرارات النظرية. نجاح مقاربة المعالجة البيداغوجية تتطلب أولا تحديد برنامج خاص مغاير للبرنامج المعتمد الحالي، مع إعادة النظر في المناهج المطبقة لتمكين التلميذ من تفادي الأخطاء البيداغوجية. You wish you